الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف، وحكينا في الحلقة الماضية كيف تآمر إخوة يوسف على أخيهم يوسف، وادعوا أمام أبيهم بأن الذئب قد أكله، وأجابهم نبي الله يعقوب بما جاء في الذكر الحكيم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبات يوسف أول ليلة في غيابات الجب، وكانت هناك قافلة مارة بجانب البئر، وأرادوا أن يغرفوا غرفا من البئر، يعني يبغوا يدوا معهم الماء لأن كان الطريق وكان الصحراء فيحتاجون إلى الماء. فمني رموا الدلو، سيدنا يوسف عليه السلام عالق بالدلو. فالقرآن الكريم حكى هذا المشهد بقول الله عز وجل: قال يا بشرى يا هذا غلام، وأسروه بضاعة والله يعلم ما يصنعون. فسمع إخوة يوسف بأن أخيهم يوسف قد أتت قافلة وأخذته وصحبته معهم، فهرولوا وراء القافلة حتى أدركوها، فقالوا لهم بأن هذا الإبن هو أخوهم، ولن يسمحوا بالذهاب معهم إلا إذا أعطوا قيمة مالية يعني من أجل ذلك، فباعوه بأرخص الأثمان. وحكى القرآن ذلك في سورة يوسف الله عز وجل حينما قال: وشروه، أي باعوه في اللغة العربية، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أي أن الله تعالى قال لك الثمن اللي باعوا به كانوا يعني هما أصلا باغيين يتفكوا منك، ما نقولوا إحنا بالدارجة يعني، فصافي بغاو يتفكوا من سيدنا يوسف لأنه بغاو فرقوا بينه وبين الأب ديالو يعقوب. ثم ساروا به إلى مصر، وشاءت قدرة الله تعالى أن يباع يوسف لعزيز مصر، أي وزير المالية آنذاك. وحكى الله تعالى هذا المشهد بقوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وحكى المفسرون بأن هذا الرجل أي عزيز مصر كان لا يلد، كان عاقر هو زوجه، فاعتبر يعني شراءه ليوسف عليه السلام مثابة أنه يكون له ولد أو أنه يعينه في الصخرة وما إلى ذلك. وبذلك نزلت رحمة الله ولطفه على يوسف عليه السلام، ومكن في الأرض حتى أنه يعني استقر في قصر بهي وفيه خدم. في هذه الأجواء سيقع قلب زوليخة امرأة العزيز على يوسف عليه السلام، وستغرم به وتحبه. والقرآن الكريم لم يستحي حينما ذكر هذه القصة وحينما ذكر مرتبة العشق التي أصبحت تعيش هذه المرأة، فقال الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، قد ملك عقلها ولبها. سنحاول أحبتي الكرام في الحلقة المقبلة إن شاء الله أن نتناول هذه القصة، قصة زليخة مع سيدنا يوسف، ومحاولتها أن تسقط يوسف عليه السلام في الفاحشة، وكيف نجى الله تعالى سيدنا يوسف. وإلى أن ألقاكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.